أكثر من عامين ولا يزال إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبحث فيها عن إعادة المسار السياسي وإيجاد خرق على صعيد الأزمة اليمنية، أو هكذا يبحث الموريتاني الذي عين خلفا لزميله المغربي جمال بن عمر بعد أن أنهى بن عمر مهمته بسقوط العاصمة صنعاء وسيطرة ميليشيا الحوثي على المدن والمعسكرات. ولد الشيخ الذي بدأ بتدشين المفاوضات السياسية في جنيف السويسرية ومن ثم انتقل إلى الكويت باحثا عن إنجاز يحسب له في الملف اليمني، تم التمديد لمهمته حتى فبراير المقبل، وذلك بعد انتهاء فترته في سبتمبر الجاري دون نجاح يذكر. الأوساط السياسية والاجتماعية، وعلى الرغم من حالة التوجس التي تنتابها تجاه اتساع وطول مدة الأزمة، وجدت أن مضمون ما قدمه المبعوث الأممي تلخص في تجزئة مقترحات الحل وتقسيمها حسب الأولويات المرحلية، غير أن مواقف تحالف الإنقلاب لم تسهل من تنفيذ تلك المقترحات الأممية، بل قوبلت بالرفض أحياناً والإعاقة أحياناً كثيرة. المقترح الأممي أو الخطة الأممية للحل، والتي شملت عموماً تحييد مرفأ الحديدة الميناء التجاري الأول في البلاد، كانت من أهم النقاط التي خرج بها ولد الشيخ في فترته السابقة، والذي شدد على ضرورة استجابة تحالف الإنقلاب وتسليم الميناء لطرف محايد، أو على الأقل تمكينه من إدارة شؤون الميناء. الحكومة التي تباينت مواقفها من بعض تفاصيل مقترحات المبعوث الأممي السابقة رحبت بتجديد فترته في اليمن، بعد أن أوضح وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن التجديد لولد الشيخ رسالة مفادها التزام المجتمع الدولي بالسلام وعدم السماح لطرف الإنقلاب بالتهرب من متطلباته. يعود المبعوث الأممي إذن للاستمرار في مهمته التي طالت مدتها واتسعت معها دائرة الأزمة، وبين وسط متفائل وآخر متشائم لا يزال الوقت طويلا على تحديد ملامح الفترة الجديدة التي سيعمل وفقها المبعوث الأممي، خصوصا مع استمرار حالة الانسداد في الأزمة برفض استقبال ولد الشيخ في صنعاء وعدم تمكينه من تحقيق أي إنجاز لخارطة الطريق المتوقفة منذ أكثر من عام.